نعم خمس نجوم نورهم يسطع والبنات البنات اروع وانا قمرهم امشي بمرهم وشحيره ايديا انت يلا خدني انا زوينه وماشي انا بعشر رجال وسيده اعمال ووضعي عالي العال واملك الفيلا انا بنوش شويه اقول لك لو شايب انه هنا لا يلا عاشو عاشو طابت مين هاي سبحان الله ما عرف من وين السماء تمطر طاباتها اي 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 ايه استغفر الله وليك عبيطة لو شرشة داخل خسرتنا 5 ريال عشان تدق بها داخل انت بس همك الفلوس ما تفهم الحين بس بيطلعوا بناخذ بنعطي بنتفق معاهم لا لا كيف تعال ما حد داخل لحق ان احنا نسوي شيء تعال بس مين هالباب فتحوا الباب غينا كورتنا فتحوا بنتهم أدي الفارة وصوتها معبي الحارة نعم لا حبيبتي قالش حدك يا متمرقة المطرقة لا والله حبيبتي قلتش الباب اللي من الريح تدى وتريح نعم حبيبتي نعم بس تدى خلاص بس
كثير. لا خليني عليه خليني. وطرد فيها طرد. انتوا فريق ألف وانتوا باء. نعم نعم. ما نبي على يوم المدرسة ألف وباء. احنا فريقنا اسمه شبيه الريح والآلام والتجريح. يا عيني. ونحنا فريقنا اسمه إلا أماكن كلها. مشتاقة لك حبتين محمد عبدو. لا حبيبتي احنا نبي ريال مدريد. الله عاش الملك يا حبتين. ملكي عاش الملك يا حبتين. واحنا البرشلونيين. عاش الكتالونيين. عاشوا 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 كتالونيا. وتبدا مباراة الكلاسيكو. واو 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 واو. تعود الحشرة على الأعود اللي كذاك محتشرات سهرات الليل كذاك. ما عيب عليهم كذا يصرخن يسمعون اللي في الحارة كلهم يلعبون كرة. إيه لعبن يلعبن كرة. يا حبهن للكرة. يلعبون بكرة يد يلعبون بكرة يد. يا ويل المحبين يا ويل المساكين. يا ليتني كرة. كرة أبوي الكرة ترى لا يشوتوها وأنت ناقص حد يشوتك. ما عجبتش الكرة خلاص. يا ليتني الشبك في الجول علشان أحضن الكرة. الشبك ترى هالبنات بيشربوا كوك بمشاكلهن ما من وراهم إلا البلية. تو بسألك أنت ما عندك كرامة؟ لا أنا عندي 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 نظر. أنا عيوني تشوف وتقدر الجمال. أي نعم. أحسن شيء سويتي في حياتك إنك أجرتي هالبنات. ما مني حد زاد علي حد قنعني وأنا ما مقتنعة. ترى نحن سكننا عائلة. شفت عيالهم كيف سووا؟ ايه؟ كسروا الإدار والبلاط ما بقوا شيء. ولما سكننا الشباب هلكون نبح ما خلصنا مشاكلهم. لكن لما سكننا البنات ما شاء الله بنات خفاف وطاف ما وراهن ذي البر. عدل؟ خاش منك. يا زين يا زين جيرتك ما نشم إلا الريحة الطيبة ولا نسمع الأخبار الطيبة ولا نشوف إلا الوجيه الحلوة الطيبة ونسمع الضحكات الحلوة. شي ترد الروح وشرح الصدر. يا سعيد كانت بتشمشم بروحك غيرك شام وقانع والحمد لله بعدني حلوة وزينة وبهية. فنجان قهوة أعمل له شاي وسقيه لأمي. يا سلام يا سلام يا سلام. هل كنا هالبنات هل كنا بصواتن. أنا ما ودي أجلس داخل. أبي أجلس تحتكم أنتم بشوف إلى يخصن وصلتهم الغنائية هذه. هل كنتم أنتم ما منزعجين من الأصوات هذه؟ أصوات؟ من صدقك أصوات؟ حمدان تسامح شيء؟ ما اسمع شيء. المكان هادي جدا. صخه 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 على ذا الصرخه وبعد صخه. لكن تفرين تتجننوني. لكن ما علي الحل عندي انا. الله يكفينا شر حلولك. بس انا قررت اني ابيع النص الثاني. انا بيعيني انا؟ انا ايش سويت؟ لا 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 شلون تبيع النص الثاني؟ شلون بتعيشين من غير نص؟ لا 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 يمكن لا يمكن. انا اخوك وما ارضى تتصرفين تصرف غلط ابدا ابدا ابدا. انا حياه امي كانت تردد وتقول المثل ثور معمم. اليوم عرفت هالثور المعمم متقسم قدامي. سامع؟ لا ما سامع. قصدك انت قصدك انت ما انا. انت ولا غيرك ثور معمم. طب أنا أبيع زوجي نصفي الثاني. هذا حكمي معه مؤبد لأني ما جاي أبيعه ما جاي فلتله أخليه على الحرمة الثانية. حامض على أبوه زي وحدة تأخذ عني. ليه أنا قررت أبيع الفيلا الثانية بو فيها البنيات. يا ويلي. عطوني الكرة. تفضل أمون. ها
اقول لك الاسكريم ابو نص ريال اللي في الثلاجه تعطيني اياه ولا لا؟ فضحتينا خلاص حالش. تم 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 اعاده ضربه الجزاء لان شاتت قبل الصافره. صح صح. نعم لا لا والله تعطيني كرت احمر مش مطردتيني. انت طرديني. ركزي انا الحكمه انت يحيى العدل. انا الحارس. بس انت بس ما تعرفين تصدين الكوره. نعم كل هالطول حبيبتي وبعجبك ما سويت شيء. انت مش مزعجه بالمرمى. صرخا لين تنفجرا الليله بينكتم صوتك بتي القرافه اللي تقرفك. ما عليك بس حرصني انا زوينه والليله شينه مره. هشنا تحت راسكم هش اشوف العيون تروح يمين وتي شمال. فكروا في موه خبروني انا شريكتكم بعد الليله في اليلسه وفي القرار. قولوا لي شنا العيون تتكلم. لا انا اقول يعني لا تستعيلين يعني لو تصبريني شوية يعني هذا القصد بس. نعم أنا بعد من رأي حمدان. تبى تسعفة على حساب أختك هذا اللشمك ما من تحت رأس الشيء ما من وراء فلوس. الفلوس عندي أنا وأنا قراري ما يتنازل عنك. كلمة واحدة وقررته أبيع النص الثاني أبيع البلة بمن فيها الرولي والخولي ورباعتهم وأباكم أنتو تشاركوني في البيعة هاي. يلا فكروا معاي في الشاري. ريحة الحبايب. هذه ريحة الحبايب ما الحبايب. أرجوش سلام. حكم معي زي إيش؟ ليش المجاني شو رأيك؟ تم طبعا كرت احمر ما ادري ضربة جزاء. ايش اعوذ بالله. حط الباب بطك ورد داخل. لحظة فتحوا خلينا نتفاهم ما بيننا. كرتكم اخذوها وما اريدها. يلا انزل. لحظة شوية حد يبطل الباب نتفاهم الموضوع. ودي بطل الباب ايه ده انت بقى انا يمشي سمسم. انت ليش من قالك تمشي معي سمسم؟ انا ماما سير اشتغل خدام. ماما سير كف سير والخزره في السياره ترى ما بيرواني. روح يا ربي يا سعيد. تراك دهدر تبي قلنا لك نزيد. اهم شيء نقبض الريال نقبض منه العربون وبعدين يصير خير. ما تروح علينا البيعه الشيم الله يخليك. سعيد ترك لكني انت حشا مع اخوي سعيد. انت اخوي كوميشن. هي نعم طايح بي ابو فلوس ابو انزين زين ان شاء الله وعدتك. يلا في مالها باي باي. يا ربي يا رجال عين اللي على البيسه. نشوف ذا راميش مو اخباره. هلو راميش كيف حالك بخير؟ ها مو الاخبار هات كيف؟ طمه انت طمه. نعم انك طمه. انا قلت لك روح راقبه لا تخلي لا تبدره خلك وراح قل برقل. عارفه ما بعيد عليه بيوقف علينا البيعه بيخرب علينا الصفقه. يلا حبيبتي يلا خلينا ننظف الملعب. يلا خلصينا. يلا بعينك. جاك الملك المدريدي. تجيك مجيه ان شاء الله. فديتهم والله فديتهم كلها. الحين بتحسين بالأجواء الملكية بعيد عن الكتالونية. شو قصدك ولا شيخو؟ قصدها المهزوم ما للزوم. لا والله المهزوم ما للزوم. لا حبيبتي الله يخلي لنا إياك يا ميسي ويطول في عمرك يا رب. شفناكم فوق وشفناكم تحت حبيبتي يا تبع كريستين النيانو. الميدان يا حميدان نسيتوا أيام زيدان؟ نص متر اسكتي وبلا ميدان وبلا حديدان. بكرة الأيام جاية وبتشوفي الكتالونيين شو رح يعملوا يا 5-0. ويفكينا عاد التيت وباسكم هزايم شبعتها وخلاص حبيبتي راحت عليكم. انتو حالكم كجيتو كجوان.
انت هي بس خلاص احترمي نفسك، ما اسمح لك اكثر من كذا. وعلى فكره احنا ما كي جي 1 وكي جي 2 يا رياض الاطفال، انت يا سبيستون يا اطفال المستقبل يا نيكلوديان، واخري عني خلنا نهجم عليهم. هجوم لحظه كابتن ماجد، انا راح اعلمكم الادب والنظام. شو السالفه؟ السالفه ان احنا اعلنا الحرب، الكتالونيين بغرفه وهدول بغرفه. يعني انتوا ثنتين بغرفه وانتوا بغرفه؟ يس يس. صفري صفري انت صفري. الكرت الاحمر للملكي. يس. لحظه صفري مره ثانيه. مره ثانيه ايه؟ والكرت الاحمر الكتالوني. كل واحد يروح غرفته بسرعه. يعني كيف الحين؟ هو يفضل اصحاب البيت يكونوا موجودين خارج البيت، اساس ان المشترك لما يجي في البيت يقتنع فيه وكذا ياخذه، اساس انه يكون زباين خارج برا البيت. يعني قصدك شرط المشتري ان اللي ساكنين في البيت يطلعوا منه. ايوه يطلعوا منه. زين يلا احسن. يلا مشكور. زوينة، ونقولها هذه السالفة. زوينة، هذا يقول لك المشتري شرطه انه يطلع البنات من البيت مصر يعني، وانا اقول حرام يعني، حرام يحرم علي جلدي. الله يسامحك يا زوير، انا قصدي يعني سكرت حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الحرمه هاي ما تتفاهم بقى. يلا سمعوا بنات، باكر مباراة الكلاسيكو. خوخة انا انطرت في المباراة الماضية، يصير ادخل وياكم؟ اي مباراة يا عمري، هذه مباراة الكلاسيكو وما الخرابيطو. سكتي قولت سكتي، تحكي وتفشلين، هي تحكي عن مباراة صج. سمعي، اذا فاز الملكي علي نذر الا عزمك في احلى مطعم. شنو؟ حبيبتي الملكي فايز. العزل الرز والبرغل شنق حاله، وحياتك يا امول بس يفوز، احلى منسف لحمه بالعالم. صدقين عاد فعلا فعلا اقوى برشلونيه انت. خوخه انت مسموح انك تدوقي لانه مانك ضدنا. اي يا عمري، هذا عزيمه فوز البرشا بكره؟ لا ارجوكم ما اقدر امسك عمري. ولا انا بصراحه. انت تعرفين الفريق الكتالوني؟ بصراحه فريق قوي ويجيب بالاربع والخمس والعشر، وعندهم لاعبين حلوين، ميسي وتشافي وديفيد وتيتو وش اسمه الثاني نسيته. انت ما تحفظي كل هالاسامي؟ والله ريحة المنسف يا اختي تلهمني باشياء ما كنت اعرفها. كان حفظتي لاعبين فريقنا كراسيانينو. يعني بديته تجيكي حمى انت وياها، احفظي اسماء اللاعبين قبل ما تشجعيهم. انتو ترى صدعتوا راسي، المباراة بكرة مو اليوم، خلا جابل شغلي احسن من ويوهكم. وشنشني شنشني يا مطر الشني ويا محبر شني، انا في ليالي السرور بامعك بامعك، شلني بتبعك وفي هواك بنف. تو انت علامك وهم بتبعك انا، وانت ما تلبس شبريد ايش بستوي هناك؟ خير ان شاء الله بايع بخساره، علامه البرطم من السبت للاحد ممدود. خولو علامه خولو خولو، ولا عاملة الاعتبار ولا تقدير ولا حاسة فيني أصلا. عيلانة مقدرها ومحترمها ومكلف خاطري ومخسر نفسي، وشار لها حلاوة واروح لها الإذاعة قال لي طلعت راحت تسوي مقابلة مع علي الحبسي. راحت مع علي الحبسي؟ المهم خلك ثقيل خلك رزين، انت تعرف اخو من؟ انت اخو زوينة، عيب عليك. أبغاك تكون كذا مثل أختك زوينة، زين ودير بالك بعدين. بعدين تعال أنت ليش كذاك مخلي عمرك؟ أنت أصلاً ما استملكت عليها. ما قلت يعني إن استملكتها ولا شيء، بس يرضيش أعرف إن تسوي مقابلة معه ويقعدون مع بعض ولا أنقهر.
وما ظن ان الحبسي لاحقها، يمكن يكون عندها شغل مع الحبسي يعني تسوي له لقاء ولا شيء. المهم ما وصيك انت خلي بالك على موضوع البيت وبيعه، وموضوع الحبسي خلي علي انا. والله عاد مهما قلت ومهما سويت وكلامكم ما يستفزنا. واي اني ارتعش وخوفا يعني الحين كلش كلامك انت اللي خرعني. عدون اللي يسمع يقول ميسي يصير لها. اوعك لا تجيبي سيرة ميسي وتشافي على لسانك بقطعه. اللي بسمعك حبيبتي عم تحكوا عن كريستيانو بيقولون بعض عائلتكم. سمع حبيبتي كل شوية سيرة كريستيانو دي مالي. ايه احترم نفسك اقص صج قص. ليكي طولان مو تشوفي حالك طويلة ترى انا بخرب الدنيا. ها سمعي ولا لا انت هاي ام الكريستيانينو تعالي هني اذكرك بالخمسة صفر ولا شلون؟ لا ناسية ال 11 صفر تراها. ها لك اي امي عليهم عليهم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. طبعا مستمعينا الكرام احنا حاليا متواجدين في ارض الملعب مع الكابتن المتألق دائما والمتميز حارس مرمى المنتخب العماني الكابتن علي حبسي. تشرفنا اليوم بوجودك معنا. حياكم الله وتشرفنا فيكم. بالعكس هذه فرصة سعيدة ان شاء الله نكون معاكم وان شاء الله نكون ضيف خفيف على وجوهكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كابتن علي طبعا احنا سمعنا بفوزك كافضل لاعب في الفريق، شايلك اللقب هذا؟ والله اكيد لقب اعتز فيه، كوني اول موسم العب كحارس اساسي في الدوري الانجليزي واحصل على هذا اللقب اعتقد انه اضافه جدا قويه بالنسبه لي، واكيد اذا دل على حاجه يدل على ان الاداء اللي قدمته والشيء اللي قدمته للنادي وللجمهور الكيد اكيد الكل راضي عني. يعطيك الف عافيه. بعد فوزك باللقب هذا شنو هي مشاريعك المستقبليه وطموحاتك؟ هل راح تظل مع نفس النادي او راح تنتقل لنادي اخر؟ والله شوف يمكن تميزي في هذا الموسم او حصول على اللقب ونفس الشيء ضماني البقاء في مصاف الدوري الممتاز مع نادي ويجن يخلي الخيارات كثيره بالنسبه لي، خصوصا ان انا معار من نادي بولتون، فان شاء الله الفرصه راح تكون مواتيه لي بالنسبه لي ان انتقل لاي نادي اخر، وهذا الشيء اللي صاير الحين معي مفاوضات من عده انديه، اتمنى ان شاء الله ان احصل على يعني استقرار مع نادي معين وان شاء الله يكون يعني الوجهه القادمه تكون خير عليه باذن الله تعالى. ان شاء الله يا كابتن علي. بس ما لاحظت في الفتره الاخيره انتشرت ظاهره ان البنات قاموا يشجعون ويتابعون المباريات، انا بالنسبه لصديقاتي يتابعون مباراه الكلاسيكو وجزء منهم يشجعون نادي ريال مدريد والجزء الاخر برشلونه، فلما يشوفون المباراه تحسهم وايد متفاهمين وروحهم الرياضية جدا 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 عالية. بس حبيت أسألك يعني هل أيضا الشباب تلقاهم متفاهمين أو جدا يكونون متعصبين؟ والله أكيد يمكن هذه الظاهرة موجودة في الشباب، ويمكن الظاهرة بالنسبة لنا جديد الحين ظهرت يمكن في البنات ونفس الشيء في الأطفال الصغار، بس أعتقد التشجيع دائما يكون بهذه الطريقة في العاطفة وفي العصبية، ويمكن هذا الشيء اللي يمكن أنت واجهتيه يمكن مع صديقاتك والمقربين بالنسبة لك. وهذا بستر ستوب هوب هوب لحظه مخرج الشيمة اتوقف صبر شويه لا تطلعني على هوا بعدين حمدان بيطلقني الشيمة لقى يخرج رحت القريده صبر شويه قمنا العربي العالمي العماني صبر شويه الله يخليك صبر لحظه خذ صوره شويه شو اللي جابك هنا وانت انت ولا كلمه لا حين افضحش قدامك مش ما دافعه سنه كامله ما دافعت على لا 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 جار بيتنا هي مستاجره من عندي الفيلا احنا بينا نقاش شو اللي خلي جار بعد عندي لقاء معك الليلة الله يخليك الشيمة حقق امنيتي اصبر شوية الصورة لحظة انت ما بعد خايف لا يشتهر لانه يعني افضحه في الجرايد والناس شو تسويني اصبر انا عندي كاميرات ثانية صبر شوية الله بس هذه الكاميرا لحظة لا ما يصير تلفونات يا ثلاثة سوينها الله يخليك ان شاء الله هذه ترى مستاجرة في بيتي انا تاجر عالمية كمان انت نجم عالمي انا تاجر عالمية خلاص صبر الله يخليك اتفضل بعد اللقاء بعد لا انت ابو رنادي الاصفار انت زين انت جاي تلق من بعيد انا يوم شفتك تلقي تركض شي مصوريني الله يخلي الشيمه اصور خلي يلا صوري
هذه حاجة بسيطة أحب أهديك إياها، دائما متعود بعد أي لقاء برنامج تلفزيوني أحب أهدي خاص حاجة خاصة فيه للأشخاص اللي أتحاور معاهم، وأتمنى إن شاء الله يكون حاجة سعيدة أنت فيها بإذن الله. قفازات الأمين، بالعكس أنا اللي جدا أشكرك إن أعطيتنا من وقتك الثمين، ووايد استأنست في اللقاء معك، وأستسمح منك على الموقف اللي صار معك. لا بالعكس، إحنا بعد استمتعنا بلقائكم، وحاجة متعودين عليها، يمكن الجمهور والمعجبين دائما يحبون يدخلون علينا بهذه الطريقة ولا ما تشيل نهايهم. تسلم، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله المزيد من الألقاب، ونسمع دائما أخبار حلوة عنك. أمين إن شاء الله. مشكور، الله يخليك يا رب. وبعدين يا سعيد يا أخوي، مع أختك هذه متى بتحقها؟ مطرشة معي جاسوس من هم ما سير يتبعني. عيل أنا شو أسوي؟ شو أقول يا أخوي؟ شو أقول؟ حتى أنت بعد مطرشة وراك جاسوس؟ لا مو جاسوس، بس ما أقدر أخالف الأوامر، بتقطع عني المساعدات. أنا بيني بينك محصل شراية وايد. أنا بعد نفس في الشيء. مباراة الكلاسيكو وباكر، وبعدين من اليوم ليش بنظف كل هذا؟ أنا شوخ رولا على أهلا وليكم. صباح النور والسرور. وين باقي البنات؟ روح وصلني بعدين ارجع لهم حق رولا وامل. اذا ما جاهزات ما عليه، بنتظرهم، ما في مشكله. لا ما يصير اركب معاهم. يلا روح. زين سعيد، خل اخلصني، مو تحت راسك، تراني مو عدل قارف بيصير قهوه عندهم. بوي باغنش في موضوع مهم. استريحي. مو تحت راسك قول، مو هو الموضوع المهم، خله كان مع فلوس بس. يعني خير بوي. قول ايش هو خير لي منك؟ طال عمرش لقيت ليش مشتري للبيت مضمون 100%. انت تيم وراك فايدة حال اختك؟ ما ظني، ما تيم وراك الا الخسائر. انت دومك اللي مقصر مع اختك. أنا اللي مخسر النش ولا أنت اللي دوم مقصرة؟ الله يسامحش، تشكين في خوش؟ أنت دوم اللي تصيح بالمالحة ما تشبع، لا تبى تخرف بس. نسيت ذيك اليوم؟ نسيت يوم إن سالفة التيس وقلت لك بيعه وشرد عنك؟ ما منك فايدة قلت لك. هذاك تيس له قرون انباع. هذا رجال اقول لك، ومريش ومضمون وبيدفع كاش. خليه يتفضل من الداخل من الخارج، خليه يتفضل، بيته ما هو المالك اللي بيشتري البيت. المهم يسلم واحنا نستلم. كيف ما غريب، انا اخاف يشوف خوله. لا خليه بس يشوف المطبخ والحمامات. ويها لا تفكر بصوت صامت، فكر بصوت عالي كما اختك. ايش هناك؟ ايش قلت؟ سلامتك، ما هنا الا الخير. ها مو قلتي اجيبه؟ زيده وارحم عبيده. لا بقى، انا صار لازم لاقي بيت وباسرع وقت ممكن. خير؟ سلامات. بالاول قليلي، انت مدريديه ولا كتالونيه؟ وش دخل هذا في هذا؟ هلا جاوبيني وخلاص. مدريديه وملكيه، ملكية حتى النخاع. يا عين ويا ليل، صار لازم لاقي بيت وشغل. ايش فيها هذه؟ جنت؟ والله جنت.
لحظة خولة أباتي في سالفة شوية. خير خالي؟ يا بنتي عندي موضوع وما قادر أتكلم فيه، ما أدري إيش أقول لك يا بنتي، لكن لازم أقول لك ضروري. خالي شوفي شغلت بالي. زوينة زوينة قررت تبيع القسم الثاني من الفلة اللي أنتوا ساكنين فيها. إيش؟ وإحنا وين نروح؟ إيش يا بنتي بعد؟ أرض الله واسعة، دبروا روحكم، إيش نسوي بعد؟ ونهون عليك إحنا خالي؟ مو على أساس إحنا حسبت بنتك شيخه؟ والله ومن غلاتها بعد، والله يشهد نعم، لكن إيش يسوي؟ ما باليد حيلة، هذا حلال أو يحر فيه، لو بيدي كان والله خليتكم طول الدهر. أكيد البنات راح يزعلون من الخبر. وشيخة بنتي اللي تحبكم ما تقدر تستغنى عنكم، ما أعرف إيش بيصير في حالها لما تكون عنكم بعيد وتروحون عنها. عشان كذي يا خالي ما لازم نستسلم، البيت هذا بالنسبة لنا مو سكن نعيش وناكل ونشرب فيه وبس، لا، البيت هذا بالنسبة لنا وطن، والوطن غالي ما ينباع. سد بالهنا انك رب الايمان وطاعه الرحمن. اه يلا اقول لك ان ما حد في البيت. زوينه وين؟ زوينه ابوي في المكتب العقاري الحين، هي ورميش رايحين مع بعض. اه المكتب العقاري شو تسوي؟ سوى اتصالاتها وحصلت شراي راح تتفق معاه حسب ما عرفت منه، واليوم بيجي يشوف المكان. شو تقول؟ هذه مصيبه، خساره خساره، فرائك يا قاره. انت الحين بتي ليش تلطم انت؟ بدل ما نتحد ونتفق ونطفش هاي الشرايه هاي ونرتاح منه، فكر معي شويه. صح انت تتكلم صح. ايش رايك انا عندي خوش خطه؟ هات قول. نترصد حق الشراي ونطيح فيه، تسطر تكفخ ترفس، بكس مني بكس منك، لما نخليه يطيح مثل الخرجه وما يحطش منطق. وانت تعتقد ان زوينه بتسكت؟ اكيد لا. لا 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 هاي فكرتك ما تنفع، لكن تبقى الصراحه انت اوحيت لي بخطه هائله. ها وما هي هذه الخطه يا ابا شيخه؟ بس ها عن يزل لسانك مني ويفلت وتخبر زوينة وينفضح أمرنا. لا لا أفع عليك، أنت تتفق مع ريال اعتمد. عطني إذنك واسمع الخطة. تفضل هم قولوا لي إن البيت خلي ما في حد، البنات كلهم طلعن؟ ما حد فيه، طلعتن كلن ماشي صخة مرة. ها الحمد لله البيت زين زين، معي رياييل، أنا رياييل وقفوا معاي. شفت الليل؟ الميتر خرباني الكهرباء. يمكن تعال 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 تعال. لا اله الا الله، انا داخل ميتر. حياك حياك حياك. تعال تعال تعال. بيتي عيبك وبيت السادس وطريق السادس، ما يهمك انت. شاب شوف ماشي بنات كانن ساكنات هني. تعال 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 تع
فايدة قلنا لك هاي البيت مسكوت جن والجن مرتاحين من البنات وهن مرتاحات متخاويات مع الجن الله لا بارك في البنات اللي حتى مخاويات الجن انا مستغرب هذيله والله العظيم ايش سوى الحين يعني كيف يعني المعنى كيف كيف بتخسرين البيت وبتخسرين الاقار يعني الحين يعني اردهن اردي لا تبين فلوس رجعي ما تبغي خلي خالد يعني لو ما بغيت اردها ايش بيصير ما شف فلوس ما شف خلاص يعني بخسر ايه ابدا انا ما شف قاموس حياتي اسمه خساره كله ربح في التجاره زوينه وما شينه ايه عدل شغلك عدل شغلك عدل اسراب عليكم حبتين والله صباح الخير خالي حمدان صباح النور صباح السرور. الخير عمو حمدان صباح النور السرور صباح الخير اهلا حيا الله خالي هلا هلا بوي خالي انت تعرف ان انا امس سويت لقاء مع الكابتن علي الحبسي الامين الامين وطبعا هذول القفازات اللي هو اهداني اياهم هذول القفازات هو طبعا دائما يحافظ عليهم لانه يحافظ على الفريق من الخساره والخطر بما انك انت حافظت علينا من الخطر وخساره البله فانا اهديك اياهم من الامين للامين مشكوره احسنتي والله الامين انا واعد احبه والله نعم زين احسنتي جزاك الله خير يلا 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 تفضل 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 يلا ركبوا ركبوا حياكم الله يلا الأهم هذا ولا هذا؟ أكيد هذا